بخطى طموحة وتحولات تاريخية تمضي المملكة إلى العالمية من خلال قطاع الرياضة الذي بات محط الأنظار المحلية والعالمية. زخم رياضي كبير تقوده المملكة، إذ أصبحت السعودية موطنا للأحداث الرياضية العالمية. فبعد سلسلة من الاستضافات للأحداث الرياضية الكبرى، أتى إعلان المملكة نيتها الترشح لاستضافة بطولة كأس العالم 2034 وفق خطة شاملة يسعى من خلالها الاتحاد السعودي لكرة القدم نحو تسخير كافة الإمكانات والطاقات لتوفير تجربة رائعة وغير مسبوقة عمادها شعب شغوف برياضة كرة القدم. إعلان المملكة جاء في خضم رحلة تحول كبرى يشهدها القطاع، وضمن سلسلة متواصلة من الإنجازات الرياضية واستضافتها للعديد من البطولات والفعاليات الرياضية، ساهمت في تسجيل القطاع الرياضي قفزات نوعية غير مسبوقة، قفزات أسهمت في نمو القطاع بنسبة 170% وارتفاع قيمته لتصل إلى 5,760,000,000 دولار، مع استهداف مضاعفة حجم القطاع بنسبة 281% لتصبح قيمته 22 مليار دولار بحلول 2030. وساهم القطاع الرياضي في خلق أكثر من 20,000 وظيفة مباشرة و60,000 وظيفة غير مباشرة في سوق العمل السعودي، مع استهداف المملكة توفير 100,000 فرصة عمل في القطاع الرياضي بحلول 2030، وهي طموحات لها ركائزها، إذ زادت بنسبة 160% حجم الاستثمارات المخصصة لتطوير الشباب منذ عام 2021، وتقارب الإيرادات المتأتية من القطاع الرياضي أن تتجاوز قريبا 1,300,000,000 دولار في عام 2024. وواصلت الرؤية التأثير الإيجابي الكبير على القطاع الرياضي، حيث أصبحت المملكة وجهة مفضلة لمختلف الرياضيين والمسابقات القارية والعالمية الكبرى في الكثير من الألعاب، إذ تسهم هذه الاستضافات في تعزيز مكانة المملكة دوليا وتنمية قطاع الاستثمار الرياضي، إلى جانب تعزيز قطاع السياحة، إذ نجحت في استضافة أكثر من 50 حدثا رياضيا دوليا منذ 2018، كرست فيها دور الرياضة كرافد من روافد نمو الاقتصاد وازدهاره ومعززا لجودة الحياة.